مرحبا، بهالفيديو بدي اعلمكم كيف بنعمل دواء لحرقة المعدة. دواء كتير بسيط، ما بيكلف شيء وما بيأذي الصحة، ما في مواد مسرطنة ولا في اي شيء، كله طبيعي طبيعي. مثل ما بنعرف في كتير ناس عندها حساسية، بعدها ما بتتحمل المواد الحامضة او صوص او اي شيء ممكن يعمل حماوي بالمريء والمعدة. هذا العلاج اللي حضلكم كيف بيعملوه هو العلاج المثالي لهالمشكلة، وعلاج فوري. يعني بمجرد ما تاخدوه بتحس انكم شفيتوا كليا من هالمشكلة بلحظات. كل شيء بيلزمنا هو حليب، هون مثل ما شايفين، ورز ناعم. هيدا رز ناعم، بكل بساطة بنعبي الكوب حليب، بنحط ملعقة من الرز الناعم، بنحركها وبنشربها، وبخلال لحظات بتروح الحرقة كليا وعلى طول. طبعا لما بيكون عندنا حرقة لازم نتفادى كمان المأكولات الحامضة، مثل كل شيء حامض، أسيد، بندورة، مشروبات غازية، حلويات. هيدي أكيد بتزيد، اللي عنده مشكلة بتزيد له إياها، بس لحتى يعالج حال الواحد بياخد هل الخليط هيدا، وبالهنا والشفاء. هيدا العلاج المثالي بدون اي مواد حافظة، بدون اي مواد مسرطنة، وبدون اي تكلفة. يعني بنعرف انه بالفرماشيات بيبيعونا الادوية ما معروف شو فيها، بيبيعونا اياها باسعار باهظة جدا. هيدا علاج ما بيكلف شيء، بناخده باي وقت بدنا اياه، موجود بالبيت، رز ناعم مع حليب، ومنشفى فورا ودايما. بمجرد ما يكون عندك حرقة بالمعدة بتاخد هالخلطة هيدي وبتشفى فورا. بتمنى انكم تبعتوا هالفيديو لكل الناس اللي بتحبوهم، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب. شكرا جزيلا.